مشاهدينا، سقط جزء متصدع من صوامع مرفأ بيروت قبل ساعات بعد عودة اندلاع نيراني فيه. وهنا أكد الدفاع المدني اللبناني عن سقوط 3 صوامع، ومن المرجح سقوط صوامع إضافية خلال الساعات المقبلة غوى. وكانت السلطات اللبنانية قد حذرت قبل أيام من أن الجزء الشمالي المتصدع جراء انفجار مرفأ بيروت معرض لخطر السقوط. يأتي هذا مشاهدينا قبل أيام من ذكرى الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس عام 2020 وحصد مئات الأرواح وتسبب في إصابة آلاف آخرين. وفي محاولة لحزب الله اللبناني للتشويش على زيارة الوسيط الأمريكي إلى لبنان للبدء في مباحثات حول ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، نشر الحزب فيديو يظهر إحداثيات منصة إسرائيلية لاستخراج الغاز على ساحل فلسطين. ويأتي نشر الفيديو بتزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي الخاص في المحادثات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل أموس هوكستن إلى بيروت اليوم، والتي تعد الزيارة الأهم بهذا الملف. ومن المتوقع يسلم هوكستن المسؤولين اللبنانيين رد حكومة تل أبيب على المطالب اللبنانية في ملف ترسيم الحدود.